حجم شعرك توفي ساعة طويل ويطلع لك أرطب. اسمع، إذا كنت متقلق من شعرك وخفيفة ننصحك حجمه تو تشوف الشعر من بعد كيفاش تطلع تهفهف. كي تحجم شعرك سير باش يطلع غزير. برشا ناس سمعوا الكلام هذا وخاصة اللي عندهم مشكل في الشعر كيكون خفيف ولا مش أرطب ولا مش يطول في ساعة. المعلومة هذه مدولة برشا، هذيك علاش حابين نعديوها في سكانير ونشوفوا هل هي ان بون سونتي ولا عندها مشكل في صحتها. مش صحيح، حلق الشعر ما عنده حتى علاقة بنمو الشعر من بعد ولا بكثافته ولونه، على خاطر الجزء الحي من الشعر يكون تحت الجلدة وما يتأثرش بالحلاقة. وكي يطلع الشعر من جديد نشوفوا القاعدة متاع الشعر خشينة، هذاك علاش يمشي في بالنا انه الشعر ولا خشين وحتى من لونه تبدل ولا اغمق. ولكن الشعر الجديد مازال ما تعرضش للشمس، مازال ما تعرضش لمواد كيميائية وما استعملوش شامبوان برش، هذاك علاش نحسوا اللون اغمق واكثر كثافة. دونك باختصار شديد، حلاقة الشعر ما تأثرش في نوعية الشعر اللي باش يطلع من بعد والا كثافته والا لونه. ونوفيو بنصيحتها اللي باش تسمعوها ديما في السكانير واللي هي ما تصدقوش المعلومات الصحية والطبية كان ما تكون من مصدر رسمي. وإذا كان عندكم معلومة صحية شاكين فيها ما عليكم كان تبعثوها لنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الحياة فين وإحنا نعديوها على السكانير وفي دقيقة نعطيوكم الصحيح.